كانت مصر وقطر قد اعلنتا عن تسلم رد من حركه حماس والفصائل الفلسطينيه حول المقترح الاخير بشان صفقه وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى والمحتجزين. من جانبه اكد البيت الابيض ان الولايات المتحده تدرس الرد الرسمي لحركه حماس على مقترح الهدنه الاخير في قطاع غزه. في الوقت الذي تدوك فيه قوات الاحتلال قطاع غزه وتمارس قصفها الوحشي بلا هوادة ضد المدنيين والنازحين تدور المفاوضات على مقترح الهدنة في دائرة مفرغة من الشد والجذب، فبعد طول انتظار من الولايات المتحدة واسرائيل ردت حماس على المقترح الامريكي بشان الهدنة في قطاع غزه، وسلمته للوسطاء بمصر وقطر. وفي طيات الرد أكدت الحركة أن مبادئها الأساسية هي الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن تكون الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرة في الوقت ذاته إلى جاهزيتها للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة. الرد الحمساوي جاء بتعديلات وصفها بالطفيفه على المقترح، وتشمل الجدول الزمني لوقف اطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الاسرائيليه من قطاع غزه، رد حماس ياتي بعد يومين من تصويت مجلس الامن على تبني قرار معدل للولايات المتحده لوقف دائم لاطلاق النار واطلاق سراح الاسرى والمحتجزين في غزه على اساس مقترح الهدنه الامريكي. الذي تم تبنيه باغلبيه 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت. الاقتراح الامريكي يعرض وقف اطلاق النار والافراج التدريجي عن المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزه مقابل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين من السجون الاسرائيليه، مما يؤدي في النهايه الى نهايه دائمه للحرب في اطار خطه من ثلاث مراحل. تبدأ بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ثم انسحاب عسكري إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين، بينما يتم التفاوض على وقف دائم للأعمال القتالية من خلال الوسطاء، وبدوره ما زال المكتب البيضاوي يتدارس رد حماس مع الحليفة إسرائيل التي ترى أنه رد يرقى إلى حد الرفض. مسؤولون بالمكتب السياسي لحركه حماس قالوا ان الفجوات ليست كبيره وان الكره الان في الملعب الاسرائيلي ليزداد الوضع تعقيدا راسما لوحه غامضه يغلب عليها اللون الاحمر جراء نهر الدماء الذي لا يتوقف في قطاع غزه